يقولون أن المدينة التي لا تطل على بحر ليس بها حياة. أهلا بكم في سر جديد من أسرار البحر. موجودين معاكم النهاردة داخل معمل أمراض الأسماك الموجود في المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وهنتكلم على مجموعة الأمراض اللي بتصيب الأسماك وتأثير ده على الإنسان من خلال لقائنا مع الدكتور عرفة محمد خضيري باحث أمراض الأسماك في المعهد. برحب بحضرتك يا دكتور. يمكن النهاردة بنتابع معاكم مجموعة من التجارب اللي بتقام داخل المعمل، وبنتكلم على تأثير الأمراض الأسماك على الإنسان وإزاي بتنتقل هذه الأمراض للإنسان. والله هو مبدئيا يعني لو هنتكلم على الأمراض الميكروبية اللي هي بتصيب الأسماك، في الغالب بتبقى الأمراض دي بتبقى مرحلة سنوية نتيجة للتغير في البيئة اللي عايش فيها الأسماك. يعني لو في تلوث، لو في أي مؤثرات ممكن تعمل استرس على السمك، فيبدأ يظهر في مرحلة لاحقة الإصابات على الأسماك، اللي منها الأمراض اللي هي الميكروبية سواء كانت البكتيريا أو الفطريات. يعني من يعني في البحر الأحمر هنا في الغالب الأمراض اللي هي الميكروبية، في لو السمك جاي من البيئة الطبيعية بتاعته ما بتبقاش في إصابة. الإصابة تحصل إمتى؟ لما السمك يوصل للأسر، النتيجة لوجود السمك في الأسر وتغير الظروف البيئية تبدأ تظهر الإصابات دي. حضرتك إن في البيئة الطبيعية فرص وجود الأمراض الميكروبية دي بسيط، لكن لما بيتم مثلا وضعها في أحواض أو في مزارع سمكية بتبدأ بقى الأمراض دي تظهر. تبدأ الأمراض تظهر وتظهر عليها الأعراض، وممكن يكون فيه فقد، وممكن يكون فيه يعني أمراض مشتركة بين الإنسان والأسماك. يعني نفهم من حضرتك برضو الفرق ما بين الأمراض الميكروبية والأمراض الطفيلية. يعني هو الأمراض الطفيلية عموما يعني مسؤول عنها مجموعة من الطفيليات، في الغالب بتبقى يعني مجهرية، ممكن نشوفها بالعين المجردة، ممكن نشوفها تحت المجهر. الأمراض الميكروبية عموما سواء كانت
يعني فيروسات او بكتيريا او فطريات، دي لازم لها تعامل مختلف عشان نشخص الحاله ونقول ده المرض ده فطري او بكتيري او غيره. على سبيل المثال لو نتكلم عن الاصابات البكتيريا، الاصابه مع الدراسه الاصابه بيبقى لها شكل، يعني احنا ممكن نحكم عليها بالشكل نقول دي اصابه فطريه او اصابه بكتيريه مجرده. بس لازم يتاكد الكلام ده في المعمل، ناخد يعني عينه ونزرع على وسط غذائي، سواء كان الوسط الغذائي ده عام يعني جنرال ميديا او سيلكتيف، ويظهر عندنا الميكروب اللي هو مسؤول عن المرض ده، بنبدا ان نعرفه. بعد التعريف يعني التعريف بياخد مراحل، ممكن في المعمل هنا اختبارات كيميكال، ممكن بنستخدم التقنيات متقدمة شوية ان احنا ندخل المولوكولر في التعريف الاصابات دي، اتأكدنا من الميكروب اللي هو المسبب للاصابة، نبدأ بقى نتعامل مع يعني انهي مضاد حيوي او انهي علاج مناسب في الحاله دي. وصلتوا للتشخيص خلاص فتبداوا بنرشح علاج مناسب. كيفيه عزل الاسماك دكتور؟ يمكن بعد التشخيص دايما بيتم عزل الاسماك المصابه عشان ما تصيبش غيرها من الاسماك وما تتسببش في نقل الامراض. هو يعني احنا يمكن بيئه الاسر هنا اللي بيظهر فيها الاصابات اللي هي البكتيريا وغيرها، عندنا هنا في المعهد الاكواريوم مثلا على سبيل المثال، اللي احنا بنعمله هنا ان احنا السمك بيجي من البحر لازم يدخل الكارانتين، يدخل الحجر الصحي الاول يتابع حالته، لو في اصابه لو في اصابات تظهر عليه قبل نقله للاكواريوم، يعني بيتم ملاحظته مثلا وشوف حركته ايه او غذائه ايه كده فتره وبعدين ينتقل. بالظبط، بحيث انه لو في اصابات تظهر عليه ما يختلطش باقي الاسماك وياثر على يعني الاسماك الموجوده في الاكواريوم بالفعل. بعد كده برضه لو ظهرت اصابات في بيت الاكواريوم، يتاخذ الاسماك ونبدا يعني نرجعها تاني للكارنتين في احواض خاصه، ونبدا نتعامل معاها ونبدا نعالج فيها، ولما بتتمثل الشفاء ترجع تاني للاكواريوم.
بنتكلم على البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه في الاسماك، وازاي يعني ازاي انتم بتعرفوا هذا الموضوع وتتغلبوا عليه؟ والله هو البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه ده موضوع يعني مشكله حاليا، مشكله عالميه، يعني بتلقي بصدها على الانسان وعلى الحيوان عموما يعني. وشق من يعني من الحيوان هو الاسماك، يعني ممكن بيئه الاسماك، يعني وجود الاسماك في المياه، الاسماك دي البيئه، بيئه المياه دي بتعمل زي مستودع، لو فيه مضادات حيويه بدات البكتيريا تكون لها مقاومه، المقاومه دي بتنتشر يعني في يعني من انواع يعني بين حتى الانواع المختلفه في البكتيريا لو موجوده في بيئه واحده يعني. والبيئه المائيه مناسبه للموضوع ده، مناسبه لانتقال المقاومه من بين حتى الاجناس المختلفه من البكتيريا. برضو عندنا المثال الاكبر هنا في يعني المزارع السمكيه، المزارع السمكيه في الغالب بتستهلك كميات كبيره خالص من المضادات الحيويه، احيانا تبقى مش للهدف العلاج، احيانا الهدف انه للوقايه، وان هو عاوز في الاخر عاوز منتج بالظبط، منتج كبير دي مضادات حيويه من غير داعي بالظبط، يعني ما بتبقاش في رقابه، يعني تبقى الرقابه قليله كده في يعني تحديدا في استخدام المضادات الحيويه. البكتيريا مع الوقت بتكون مقاومه، المقاومه دي بتنتشر، البيئه المائيه متصله، يعني ممكن من المزارع نوصل للبيئات المائيه العاديه زي النيل وفروعه. برضو منتجات المزارع او منتجات الاسماك اللي هي طالعه من البيئات المائيه المختلفه يعني بيستهلكها الانسان، فبالتالي البكتيريا المقاومه دي ممكن تنتقل للانسان ويكون مقاومه للمضادات الحيويه. يعني في الانسان يعني اسباب المقاومه للمضادات الحيويه موجود بالفعل، لان احنا يعني برضو عندنا ثقافه الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه، يعني عندنا انه المضادات الحيويه ممكن تصرف عادي خالص بدون روشته، ف مع الاستمرار بكون المقاومه. يعني احنا بنتكلم عن مشكله عالميه، يعني احنا يعني بنتكلم في التوقيت الحالي انه البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه مسؤوله عن وفاه حوالي 700 الف على مستوى العالم، ومتوقع ان احنا نوصل ل 10 مليون على 2050 يعني. فموضوع كبير، ممكن حتى على مستوى العالمي كان فيه اهتمام، تقريبا كان في اجتماع رؤساء العالم في 2016 كان ركزوا على النقطه دي، وكان يعني كان في توصيه ان كل دوله تبقى ليها استراتيجيه خاصه بمتابعه مقاومه المضادات الحيويه او تداول المضادات الحيويه اللي هو بتؤدي في الاخر للمقاومه. يعني الدراسات دي بتبقى مركزة أكتر على مزارع الأسماك. والله هو الـ يعني ده الأساس، ده الأساس، هو ده هو متلقي لل يعني مكان مغلق أو في بيئة مغلقة. والله هو برضو هو يعني في البيئة العادية، يعني في المزارع في استخدام مباشر للمضادات الحيويه، في البيئات المائيه العاديه لا، ممكن المتبقيات المضادات الحيويه توصل للبيئات دي من خلال استخدام الانسان، من خلال الانشطه اللي بيقوم بها الانسان. على سبيل المثال مثلا لو بنتكلم في نهر النيل، نهر النيل بيوصل وصرف، الصرف اللي بيوصل لنهر الدفي ممكن متبقيات مضادات حيويه، البكتيريا اللي موجوده تتفاعل وتبدا تعمل المقاومه. يعني الخطوره في الموضوع انه البيئه المائيه دي متصله، بيئه متصله يعني، فلو لو في مقاومه هتبدا تتكون، تمام، هنعمل زي مستودع للمقاومه في البيئة المائية، فده هيكون ليه مردود تأثير سلبي على الإنسان طبعا والحيوان من خلال الاستهلاك وتعامله مع البيئة دي.
اعرف يمكن نتكلم على اسماك الزينه برضو من ضمن الاسماك اللي بتبقى موجوده في داخل بيئه الاسر او داخل بيئه مغلقه، وتاثير المضادات الحيويه دي عليها ايه وازاي بتتعاملوا معاها؟ والله هو يعني اسماك الزينه اللي هي في اللي هي في من البحر الاحمر اللي احنا بنتعامل معاها هنا، يمكن يعني في الغالب بنحاول ان نحسن الظروف البيئيه بحيث ان احنا ما نوصلش لمرحله الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه يعني. والانسان برضو بيتعامل معاها وممكن يحس ان السمكه دي تعرضت لبعض الامراض ويبدا هو مثلا يسال او يتعرف على بعض المضادات الحيويه ويتعامل هو معها. لا، هو المنتشر في محلات الزينه هي اسماك اللي في الغالب بتبقى اسماك مياه عذبه. اسماك المياه المالحه البحر الاحمر تحديدا محتاج لظروف معينه كده، بحيث انه لو الاهالي تعمل يعني لو هو عايز يعمل اكواريوم صغير في البيت محتاج لظروف معينه كده للمحلات. واسماك الزينه اللي هي بتاعت المياه العذبه اكيد بيستخدم مضادات حيويه يعني. فاحنا يعني بننصح انه يعني الوقايه خير من العلاج، ان احنا نحسن الظروف البيئيه للاسماك، فبالتالي مش هنوصل لمرحله المضادات الحيويه والاستخدام المفرط لل البدائل. دكتور يعني ايه البدائل اللي ممكن نستخدمها بديل للمضاد الحيوي؟ والله هو ده يمكن من مواضيع البحث اللي احنا شغالين عليها في سواء كان في المعهد هنا او في الجامعات المصريه، الناس اللي مهتمه بصحه الاسماك عموما يعني. يمكن القطاع الاكبر متجه حاليا لموضوع الانتاج الفاكسينات والامصال، ان احنا لو في امراض منتشره زي مثلا يبقى لي يعني المرض ده ليه مصل، بحيث ان لقاح كده نوصل لمرحله الوقايه، نتعامل مثلا مع الاسماك الصغيره يعني تاخد المصل ده فبيبقى فيه نوع من المقاومه يعني لو مع المضادات الحيويه، يعني نقوي المناعه بتاعه السمكه عشان ما تتعرضش لافراط في البديل الثاني ان احنا يعني برضو يعني بنشتغل على المناعه من خلال الامعاء بتاعه السمكه، ان احنا نقوي البكتيريا النافعه. يمكن ده يعني احد المشروعات اللي احنا شغالين عليها هنا في الفرع، ان احنا بننتج انواع من البكتيريا. طبعا بيئه البحر الاحمر من البيئات الواعده جدا يعني، فاحنا بنستغل النقطه دي والتنوع الكبير في البحر الاحمر في الاسماك، وانه برضه بيئه لسه بكر ما فيهاش يعني استخدام يعني ما فيش تلوث ما فيش يعني استرس على السمك. فاحنا في المشروع بتاعنا بنتجه لانتاج انواع من البكتيريا النافعه اللي هي ممكن تصل لامعاء الاسماك، بتقوي المناعه، بتعمل تنافس مع تقليل اصابه الامراض. هي من خلال يعني كم خطوه كده ممكن ان هي بتعمل منافسه كده مع الميكروبات اللي هي اللي ممكن تعمل اصابه في امعاء الاسماك، تتنافس معاها في المكان في الامعاء حيويه يعني، تتنافس معاها في الاكل. فبالتالي بالتالي نوصل ان احنا المقاومه الاسلوب المقاومه الحيويه يعني. ده يمكن احد المشروعات اللي احنا شغالين عليها هنا، وفي يعني وصلنا لبعض العزلات الواعده اللي احنا داخلين في مرحله التطبيق، ان احنا نطبقها على اسماك البحر الاحمر ونشوف النتيجه بتاعتها بالفعل الايام اللي جايه ان شاء الله. جدا دكتور عرفه، واسمح لنا نتابع مع حضرتك بعض الانشطه البحثيه والمعمليه اللي موجوده هنا في معمل امراض الاسماك بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقه، ونشوف الانشطه الكبيره اللي بتقدم في هذا المجال من خلال تواجدكم هنا في المعهد. Thank you.
كل الشكر لكم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في سر جديد من أسرار البحر. Thank you.